السلام عليكم. اليوم ما حبينا نعرفكم بهذا المول اللي واحد يعتبر واحد من أكبر المولات في الجزائر حسب التصميم هذا. إذا نعرفكم بهذا المقومات انت هذا المشروع انت مركز تجاري يعني متكامل، إذا ما يسمى بالمول في مدينة سيدي بلعباس، واللي العلم أنه مدينة سيدي بلعباس يعني بالنظر إلى الزخم العمراني اللي فيها والحجم نتاعها، اذا لابد تكون عندها مول بهذا الحجم. اذا خليكم تابعوا هذا الفيديو اللي عرفنا بهذا المشروع الضخم سوف ينشئه مجمع حسناوي بمدينه سيدي بلعباس. اذا نترككم تتابعون وتتعرفون على المشروع انت حسناوي في سيدي بلعباس. هو السلام عليكم. يسعدنا تقديم مشروع يتعدى حدود الهياكل المعماريه البسيطه، وذلك لمناقشة تحقيق رؤية المركز التجاري الساقية الحمراء. مشروع لا يقتصر على كونه مركزا تجاريا، بل هو إعلان جريء سيعيد تعريف المشهد الحضري لمدينتنا. الساقية الحمراء أكثر من مركز تجاري، رؤية معمارية لا مثيل لها في قلب التواصل. تخيل مكانا حيث تلتقي الأناقة المعمارية والوظيفية المتموقعة بشكل مثالي بالقرب من محطة الترام ومدخل المدينة، تقدم إمكانيات وصول لا مثيل لها، مزيلة للحواجز بين المركز التجاري والحياة الحضرية النابضة في وسط المدينة. المميزات: أولا قريب من التراموي، متصل بنبض المدينة، يمكن الوصول بسهولة إلى مركزنا مما يوفر خيار نقل مريح للزوار. ثانيا في قلب وسط المدينة، يصبح المركز التجاري امتدادا حضاريا لوسط المدينة، مدمجا بشكل سلس تجربة التسوق مع الحياة الحضرية المتنوعة. ثالثا استقبال حار، تم تصميم معمارنا لاستقبال الزوار بدفء وود مما يخلق جوا جذابا. رابعا تحدي النقص المعماري، هذا الصرح ليس مجرد علاج لنقص الهياكل المعمارية، بل هو إعلان جريء يتحدى القيود ويرتقي بالجمال الحضري. خامسا تنوع تجاري، يتناغم المركز مع موقعه الاستراتيجي حيث يقدم تشكيلة متنوعة من المتاجر لتلبية احتياجات المجتمع المتنوع بخلق فضاءات عائلية، إنشاء وجهة فريدة حيث يلتقي التواصل مع التميز المعماري. محاول المشروع: أولا رؤية معمارية، المركز ليس مجرد مبنى، بل هو رؤية معمارية مبتكرة تتجاوز التقاليد. ثانيا تأثير حضري، المشروع بمظهره الجمالي يؤثر إيجابا في وسط المدينة ويخلق تآزرا بين التجارة والحياة الحضرية. ثالثا سهولة الوصول والاتصال، موقع الساقية الحمراء يقدم إمكانية الوصول بشكل لا مثيل له، معززا موقعها كمركز حيوي في المدينة. رابعا تجربة العميل الفريدة، تصميم يهتم بتفاصيل تجربة العميل ليجعلها استثنائية ومميزة. خامسا التأثير الاقتصادي، لا يقتصر المشروع على تجميل المدينة فقط، بل يحفز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل ومصدر للدخل. سادسا التحديات المعمارية، نرى في التحديات فرصا لتجاوز التوقعات وتجسيد المشروع. وفي الختام تحقيق هذه الرؤية الطموحة للمركز التجاري ليست مجرد مشروع عقاري، بل هي تجسيد لالتزامنا بالابتكار والجمال والتقدم، معا لنخلق تراثا معماريا تفتخر به مدينتنا. شكرا لكم.